كيف نفهم موضوع الولاء والبراء دون إفراط أو تفريط، بحيث نكون دعاة مشفقين على غيرهم محبين لهدايتهم، وبنفس الوقت لا نتولى أهل الكفر الباغين المفسدين المانعين لدعوة خير الخير والحق. هو بالنسبة لقضية الولاء والبراء، فالولاء والبراء له مظاهر وله معالم. المعلم الأبرز هو أنه الولاء بالدرجة الأولى هو الولاء القلبي، والبراء البراء القلبي. فلا ينبغي للإنسان أن يتولى أعداء الله عز وجل بقلبه، بحيث أنه يميل إليهم على حساب المسلمين ويركن إليهم على حساب المسلمين ويثق فيهم، يعني مما يؤدي في النهاية إلى الركون إليهم. الأمر الثاني أنه لا بد من مزايلتهم، يعني في العبادات، في إظهار الإسلام، في الهدي الظاهري كما قلنا. يعني ما تأتي واحدة مسلمة عشان والله هي من باب أنها تستميل غير المسلمات إلى الدين والإسلام تتخلى عن شيء من حجابها، أو تحضر مثلا بحجة يعني الترغيب، هؤلاء يدخل معهم في الخمارات ويجلس معهم على مائدة الخمر، لا، ويقول لهم أنا هذا المكان هذا لا يليق بك مسلم، نجلس في مكان آخر، نتناقش في مكان آخر، وهكذا يختار المكان المناسب. يعني فنفرق بين أمرين، بين قضية البراء الولاء والبراء المتصلان بالعقيدة، وبين حسن المعاملة. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، ما قال أن تولوهم وأن تحبونهم، قال لا، أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالبر إليهم والقسط مع البر والقسط لا يخالف البراءة منهم. ولذلك الله تعالى ذكر هذه الآية ضمن سورة، هي سورة الممتحنة، وهي سورة البراءة. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراهيم، ثم قال لقد كان لكم فيهم اسوه حسنه. ثم استغنى من ذلك، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم. وبين لنا عز وجل بانه يعني براءتنا منهم ومن افعالهم لا يعني عدم الاحسان اليهم، ولا يعني ايضا ان الانسان يهاجمهم، يعني انه لا بد من مهاجمتهم وسبهم لا ليس صحيحا. عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده والله قدير والله غفور رحيم. ولذلك يجب ان يكون هناك قدر من المعامله الحسنه التي لا ليس بينها وبين مساله الولاء والبراء اي خلط ان شاء الله.